بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في مجال الحديث النبوي، وسوف نتعلم في هذا الدرس إن شاء الله قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة. نتعلم أيضا معاني المفردات والتراكيب الواردة فيه، التعريف براوي الحديث الشريف، شرح الحديث النبوي الشريف، الدروس المستفادة من الحديث، وحفظ الحديث الشريف غيبا. فلنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب، الآن سؤال: إلى ما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ وأطلب منك أيضا أن تذكر أمورا أخرى تزيد العلاقة الطيبة بين المسلم وأخيه المسلم. أرجو أن تكتبوا هذه الأشياء وأن ترسلوها إلى معلميكم. هذا حديثنا اليوم أعزائي الطلبة، وهذا الحديث فلنقرأ ولتنتبهوا إلى هذا الحديث انتباها جيدا، وأن تفتحوا غير أسماعكم، تفتحوا قلوبكم إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أعيد الحديث مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تعالوا نتعرف إلى راوي الحديث. تعالوا نتعرف إلى راوي الحديث. راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس باليمن، هو أبو هريرة. طبعا إسلامه وهجرته، أسلم في اليمن ثم هاجر إلى المدينة المنورة سنة 7 هجرية. علمه وروايته للحديث من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث، بسبب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شيء آخر، وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني بالإضافة أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الصحابة حفظا، وكذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. عبادته كان يجزئ أو يجزئ الليل 3 أجزاء: جزء لقراءة القرآن، وجزء ينام فيه، وجزء يتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف قسم الليل 3 أقسام. نعم. أيضا وفاته، توفي في المدينة عام 59 هجرية، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا ببركته رضي الله عنه وأرضاه. أريد قبل أن أنتقل إلى الشيء الآخر، يعني قبل، عندما قرأنا سيرة أبو هريرة، أرجو منكم أنتم أن تكتبوا جدولا هكذا وتقسموا فيه، كيف تستطيعون أن تقسموا أوقاتكم، كيف تستطيعون أن تقرأوا كتاب الله عز وجل، كيف تستطيعون أن تقسموا فيه جزءا للعبادة، كيف تستطيعون قسم للراحة ومذاكرة الدروس. أرجو أيضا أن تكتبوا هذا الجدول وأن ترسلوه أيضا إلى معلميكم، كيف يعني تأسيا بالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.
مرت في الحديث معنا بعض الكلمات الصعبة في الحديث، انتبهوا إلى هذه الكلمات. عيادة المريض، معنى عيادة المريض زيارته. اتباع الجنائز، المشي مع الجنازة، يعني عندما نمشي مع الجنازة، إنسان مات عندما نمشي مع جنازته، هذا معناها اتباع الجنائز. إجابة الدعوة، تلبية الدعوة إلى طعام أو وليمة عرس، وليمة الطعام أو وليمة عرس. تشميت العاطس، أن يقول الإنسان لأخيه إذا بعد أن يعطس وقد حمد الله، أن يقول له يرحمك الله. نعم أعزائي الطلبة، عندما قرأنا الحديث، أرجو منكم أنتم أيضا في هذا الجدول أو في هذه الفراغات أن تكتبوا أيضا الحقوق الخمسة للمسلم على أخيه المسلم. حقوق خمسة ذكرناها من خلال أو استخلصناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أرجو منكم أن تكتبوا هذه الخمسة التي ذكرت في الحديث وأن ترسلوها أيضا إلى معلميكم. تعالوا إلى نشرح شيء من الحديث الشريف. عندما تعرفنا عن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم، كونه يحمل في قلبه لا إله إلا الله. نعم، أولا عندما ورد علينا ما هو رد السلام، رد السلام، السلام تحية الإسلام، ومن حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. وصيغة السلام ماذا؟ ما هي صيغة السلام؟ أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه أخوه المسلم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ولكن يجب أن تنتبهوا أن رد السلام فرض واجب. نعم، فالسلام يا أعزائي الطلبة أيها الكرام يجلب المحبة والمودة بين الناس جميعا، وينبغي على المسلم ألا يهمل تحية الإسلام. بعض الناس يهملها، ينظر إليك ولا يسلم عليك. نعم، لذلك علينا أن ننتبه إلى تحية الإسلام. أيضا عيادة المريض، من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره، أن يزوره إذا مرض، لأن في الزيارة فوائد عظيمة للمريض وأجرا عظيما للزائر. نعم، لك أجر بذلك، فأما فوائدها للمريض فتخفف عنه وتدخل السرور إلى قلبه. نعم، وأما أجرها وفضلها للزائر فإنه يحصل على أجر عظيم من الله تعالى. نعم، وعلى الزائر أن يراعي آداب زيارة المريض، وقد أخذناها في درس سابق، أن ننتبه إلى آداب زيارة المريض، فإذا راعى آداب زيارة المريض حصل فوائد عظيمة جدا. اتباع الجنائز، من حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبع جنازته إذا مات، وأن يصلي عليه ويتبعها حتى تدفن. قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين من الأجر والحسنات. نسأل الله أن نكون ممن ذكرهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إجابة الدعوة، هذا الحق الرابع، من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إذا دعاه إلى طعام، سواء كانت الدعوة إلى وليمة عرس أو عقيقة التي تذبح للغلام عندما يولد، أو أي مناسبة أخرى، وذلك مشاركته في مناسبته وأفراحه وإدخال السرور إلى قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، حتى أن الفقهاء قالوا أنها واجب فرض إجابة الدعوة. نعم، أيضا تشميت العاطس، من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله أن يشمته، فإذا عطس المسلم وقال الحمد لله فعلى أخيه المسلم أن يقول يرحمك الله، ويرد عليه قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، لذلك أعزائي الطلبة أرجو منكم أيضا، وهذه مسألة أخرى،
أن تعبر عن الحديث بأسلوبك، أن تكتب الحديث وأن تشرحه بأسلوبك وأن ترسله إلى معلميك. الدروس المستفادة من هذا الحديث: أولاً، المسلم يؤدي حقوق أخيه المسلم. نعم، الإسلام دين المحبة والتآلف بين المسلمين. تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً، المسلم يقف مع أخيه المسلم في السراء والضراء. طبعاً هذا الحديث أعزائي الطلبة باختصار، لذلك إن شاء الله تعالى سوف نرسل لكم أوراق عمل من خلالها أن تكتبوا، أن نكتب فيها بعض الأسئلة وأن نجاوب عليها، وأيضاً أن نحفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترسلوها إلى المعلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.